استمرت المعارك العنيفة في مدينة الرمادي محافظة الأنبار غرب العراق أمس الجمعة بين القوات الحكومية العراقية ومصالح تنظيم الدولة الإسلامية. وفقا لوسائل الإعلام العراقية، تقدمت القوات الحكومية العراقية إلى مسافة بضعة مئات الأمتار فقط من وسط الرمادي في ذلك اليوم. وقالت القوات العراقية أنه من المتوقع أن تستعاد الرمادي بشكل كامل في غضون بضعة أيام. وفقا لوسائل الإعلام العراقية أمس الجمعة، قال مسؤول عراقي إن القوات الحكومية العراقية أحبطت هجوما شنه تنظيم الدولة الإسلامية شرق الرمادي يوم الخميس بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى مقتل 6 مسلحين من الجماعات المتطرفة من بينهم 3 انتحاريين. وفي وقت لاحق تبادلت القوات الحكومية العراقية إطلاق النار مع مسلحي الجماعات المتطرفة، مما أسفر عن مقتل 8 مسلحين من الجماعات المتطرفة، كما أصيب 3 جنود من القوات الحكومية. وحتى الآن تمكنت القوات الحكومية العراقية من تحرير عدة أحياء شعبية جنوب الرمادي، وبدأت بإزالة عدد كبير من الألغام التي زرعتها الجماعات المتطرفة خلال عملية الإخلاء. كما أكد مسؤولون من القوات الحكومية إن مدينة الرمادي سوف تحرر بشكل كامل خلال أيام قريبة. إلا أيام قليلة وتتحرر الرمادي بالكامل، بيننا وبينهم أجزاء قليلة. هسه هم جاي نراقبهم، جاي يطلعون، وقتلنا هواي من عندهم، وقناصينا منتشرين على بيوت الرمادي، وإن شاء الله إن شاء الله تتحرر الرمادي بالقريب. في وقت سابق من هذا الشهر دمرت القوات العراقية معقل المتطرفين المتشددين في ضواحي الرمادي، كما قامت بعملية عسكرية واسعة لاستعادة مدينة الرمادي منذ 22 من هذا الشهر. ومع ذلك وضعت الجماعات المتطرفة عددا كبيرا من العبوات الناسفة داخل الرمادي، مما أخر السرعة الهجومية وتسبب بعقبات كثيرة لاستعادة المدينة. عقدت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن أحوال الغارات الجوية المؤخرة في سوريا ومعلومات عن تجارة النفط غير الشرعية مع التنظيمات المتطرفة. قال مسؤول في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية سيرغي روتسكوي في تصريحات صحفية في موسكو إن الطائرة الروسية قد قامت ب 5240 طلعة قتالية في سوريا، بما في ذلك 145 طلعة قامت بها قاذفات وطائرات صواريخ من سلاح الجو الاستراتيجي بعيد المدى منذ 30 من سبتمبر، مما دمر عددا كبيرا من البنى التحتية وقواعد التدريب والمعدات العسكرية وقوات الإرهابيين التابعة لتنظيمات المتطرفة. لذلك أنشأت وزارة الدفاع الروسية نظام الاستطلاع متعدد المستويات لضمان ضرب الأهداف. وبالإضافة إلى ذلك بقيت الوزارة على اتصال وثيق مع الحكومة السورية وبعض من أطراف المعارضة المسلحة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم المتبادل. وقال روتسكوي إن القوات الجوية الروسية نفذت 189 غارة جوية يوم الخميس الماضي على أساس التعاون والتنسيق بين الأطراف، بما في ذلك 142 غارة مخططا لها، أما البقية فهي تعليمات مؤقتة للعملية، مضيفا أن قوات الحكومة السورية وبعض المعارضات المسلحة انتصرت بالتعاون مع قوات الحكومة السورية في معارك حلب واللاذقية والمناطق المحيطة بدمشق في الأيام الأخيرة. وفي الوقت نفسه ركزت القوات الجوية الروسية على قطع مصادر تمويل الإرهابيين في سوريا، أي قنوات تجارة النفط غير الشرعية. هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن تهريب النفط لا يزال مستمرا عبر الحدود التركية السورية. أكدت مصادر في المعارضة والجيش السوري مقتل زهران علوش قائد ما يعرف بالجيش الإسلامي في غارة جوية في الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق. وكان علوش البالغ من العمر 44 عاما قائدا للجيش الإسلامي، وهو فصيل المعارضة الرئيسي لمعاقل المسلحين في الغوطة الشرقية بدمشق. وقال مصدر في المعارضة إن الطائرات الروسية استهدفت مقر اجتماع لقادة الجيش الإسلام بعشرة صواريخ على الأقل في الغارة. وفي السنوات الماضية كان الجيش الإسلامي قد أطلق دائما قذائف الهاون والصواريخ إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى وتعرض المرافق المدنية للخسائر. هذا وقال خبراء في الدفاع إن الفوضى بين قوات المعارضة ستعز من سيطرة الجيش الرئيس السوري بشار الأسد على المنطقة المتبقية.
أهلا بكم مجددا. عقدت السلطات في مدينة شنجان الصينية مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، حيث حددت طبيعة الانهيار الأرضي الذي ضرب المدينة يوم الأحد الماضي بأنه ناجم عن حرث في سلامة الانتاج وليس كارثة جيولوجية طبيعية. لقد توصل فريق تحت إشراف مجلس الدولة الصيني والذي يقوم بتحقيقات في أسباب انهيار أرض الذي وقع في مدينة شنجن إلى نتائج تفيد بأن الحادث وقع بسبب انزلاق قامة التراب في مكان مخصص لتجميع التربة، وهو ليس كارثة جيولوجية طبيعية بل هو حادث ناجم عن سوء في سلامة عملية الإنتاج. من أجل منع وقوع حوادث تنوية ناجمة عن المواد الكيميائية الخطرة عقب هذا الانهيار، كانت إدارة مراقبة سلامة الإنتاج على مستويين في مدينة شنجن ومقاطعة غوندون قد أطلقت أعمالهما على الفور للبحث عن الشركات المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية الخطرة داخل المنطقة المتأثرة، حيث تم التوصل إلى نتائج تفيد بأنه لا توجد أي شركة تقوم بإنتاج المواد الكيميائية الخطرة أو تخزينها أو إدارتها في المنطقة، وهناك فقط 10 شركات تستخدم هذه المواد، وتم إبلاغ هذه النتائج إلى قيادة الإنقاذ في موقع الحادث فورا، حيث انطلقت أعمال الإنقاذ وفق خطة طوارئ المناسبة. وقالت السلطات أن فنيين إضافيون من قسم الهندسة قد تم إرسالهم للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى المزيد من الحفارات، وتعمل الآلات والمعدات في الموقع لمنع أي انزلاقات طينية صغيرة محتملة، مضيفة أن المنقذين قد بحثوا في المناطق التي أفيد بأن عدة أشخاص قد حوصروا فيها داخل حاويات تحت ركام الانهيار، إلا أنهم لم يعثروا على أي شيء. وفي الوقت نفسه تم رفع مستوى الإشراف على المباني التي قد تخزن المواد الكيميائية الخطرة. يذكر أن الحادث وقع عندما انزلقت كومة ضخمة من ركام ومخلفات البناء في منطقة صناعية بمدينة شنجن الصينية يوم الأحد الماضي، الأمر الذي تسبب بردم وتدمير حوالي 33 مبنى هناك. مع توصل اعتبار سياسة الانفتاح أهم محركات النمو للصين، يعتبر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مفتاحا للنمو الإقليمي والإدارة العالمية. قالت وزارة المالية الصينية أمس الجمعة إن البنك تأسس رسميا الآن وسيتم انتخاب قادته وصياغة سياسته الإطارية الرئيسية في الشهر القادم. تأسس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسميا أمس الجمعة ويعتبر عضوا جديدا في النظام المالي العالمي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وإدارته. وأول من طرح هذه الفكرة لأول مرة كان الرئيس الصيني سي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتيانغ في أواخر عام 2013. ووقع الأعضاء المؤسسون المحتملون على مواد الاتفاقية أو دستور البنك في 29 من شهر يونيو في بكين هذا العام. تمكنا من استيفاء جميع متطلبات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ولدينا 17 دولة تتقدم في عملية التصديق وقد تجاوزت مساهماتها 50%، وبالتالي فقد تم تأسيس البنك رسميا. كما يشير إليه اسمه، يركز هذا البنك على بناء البنية التحتية، فبالإضافة إلى بناء الموانئ والسكك الحديدية والطرق، تأمل الصين في إصلاح نظام الاقتصاد العالمي. إنشاء بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية يعد أمرا مهما في إصلاح نظام الاقتصاد العالمي. لقد دخل نظام الوكالات المتعددة الأطراف الحالي كوافد جديد، كما سيساعد على البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، سوف ندفع التعاون بين بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية والمرافق القائمة لتحقيق تأثير أكبر. ولد هذا المنتج الجديد في القرن 21، بطبيعة الحال سيتميز بحوكمة أكثر تقدما في القرن 21، وتستند هذه الحوكمة على الوكالات المتعددة الأطراف الحالية التي لديها أكثر من 70 عاما من الخبرة. إن إنشاء بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية يسعى إلى تحسين نظام الاقتصاد العالمي الحالي وتعزيزه وليس الإطاحة به. قام وزير الخارجية السوري وليد المعلم بزيارة إلى بكين يوم الخميس والتقى مع نظيره الصيني وانغ يي. وقال وزير الخارجية السوري إن حكومته مستعدة للمشاركة في محادثات السلام في جنيف الشهر المقبل،
خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم الوزارة إن الزيارة مهمة جدا وقد حققت أهدافها المرجوة منها. يعد هذا أول رد فعل رسمي سوري على قرار دولي الصادر مؤخرا عن مجلس أمن دولي بشأن البحث عن حل سياسي لإنهاء الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من 5 سنوات، وأعرب الجانب السوري عن أمله أن تعيد المشاركة في الحوار مع فصائل المعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة إلى دفع نحو وقف إطلاق النار وإعادة البناء بمساعدة المجتمع الدولي. قال لو إن الصين كررت موقفها مرة أخرى بأنها تتمسك بالحل السياسي للأزمة السورية، ويجب أن يكون الشعب السوري هو الوحيد المخول تقرير مستقبل سوريا. وتأمل الصين في التعاون مع جميع الأطراف وتواصل سعيها لأن تلعب دورا بناء في حل الأزمة المستمرة منذ وقت طويل. قام رئيس الوزراء الهندي بزيارة غير مخطط لها لباكستان أمس الجمعة، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ووافقا الزعيمان على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية. تأتي هذه الزيارة بمناسبة استئناف عملية الحوار الرسمية، وهي الأول من نوعها لرئيس الوزراء الهندي إلى باكستان منذ 12 عاما. في طريق عودته من أفغانستان إلى نيودلهي، قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة استثنائية للاهور، حيث وجد في استقباله في المطار رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، ومن ثم توجه الزعيمان إلى مقر إقامة شريف الخاص في لاهور، حيث أجريا محادثات استغرقت نصف ساعة في جو ودي، واتفقا على مواصلة عملية السلامة واستئناف الحوار الشامل للتعامل مع الفقر بشكل مشترك وتعزيز التبادلات الثقافية. وبعد العشاء رافق نواز شريف نظيره الهندي مودي إلى المطار لتوديعه. وبعد اللقاء قال عزيز أحمد تشوداري سكرتير الشؤون الخارجية الباكستاني لوسائل الإعلام إن هذه الزيارة جاءت برغبة خاصة من مودي. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول باكستاني قوله إن يوم 25 هو عيد ميلاد شريف، وقد تلقى في وقت مبكر منه اتصالا من مودي قدم له خلاله تمنياته، ثم اقترح إجراء اللقاء في باكستان، فرحب شريف بذلك وقال إنه يريد شرب الشاي مع مودي. يتنشر شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.